عندي ماك مشكلة واحدة فقط، كل اللي درته كله تمام وما فيش مشكلة. لكن احنا اتفقنا في زيارتي الأولى في بداية المشروع أنه يكون موعد الانتهاء في شهر 1/2022، واليوم درتوا له شفت لعند شهر 5 شفت هني وشهر 6، هذا لا يمكن قبوله. احنا علينا العشر سنوات هذه المحطة نترقبوا فيها بشق الأفضل. أنا لو مش حطار بأي حاجة بأي إمكانية، أي إمكانيات تحتاجوا لها في زيادة السرعة وفي زيادة تضييق البرنامج الزمني، أنا أعتقد حندعمكم به. ولكن راهو نبغوا نفتحوا المحطة هذه إن شاء الله في شهر 1 السنة الجاية، مش شهر 6 و7 وخش علينا الصيف ونقعد نعاني. راهي الكلام هذا ما فيش أي مجال للنقاش. نعرف البرنامج العملي ونعرف البرنامج التنفيذي، وإذا تقدروا تديروا كراش بلان وتقدروا تنفذوا المشروع في هذا الوقت القياسي.